فالديناميات الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية لا يمكن توقيفها. إن غربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نتعشى فيها بحق التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع. شعبي العزيز، لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة بعون الله وتوفيقه تطورات هادئة وملموسة في الدفاع عن صحرائنا، وهنا لابد أن نشيد بقوات المسلحة الملكية التي قامت في 13 نوفمبر 2020 بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بمقر دردرات بين المغرب وموريتانيا الشقيقة، وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم حدا للاستفزازات والاعتداءات التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة. وبنفس الروح الإيجابية نعبر عن تقديرنا لتزايد الدافع الملموس لعدالة قضيتنا. وإننا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. وهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه العمليات السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينتي العيون والضخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. وهو أحسن جواب قانوني ودبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. الشعبي العزيز، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائها، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق دولة المفاوضات، وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة ميرسول في نطاق اختصاصاتها المحددة. وفي هذا الإطار نجدد التعبير بمعاني أمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه الشخصي الدعم الكامل للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن. وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أخذتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف برعاية الأمم المتحدة. شعبي العزيز، إن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فهي تعرف نهضة تنموية شاملة من بنيان تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية. وبفضل هذه المشاريع أصبحت جهاد الصحراء فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي. ولدينا والحمد لله شركاء دوليون صادقون يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية وما يعود بالخير على ساكنة المنطقة. ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات ومشاركات والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
ومجالات أخرى في المجالس المنتخبة لأقرار مواجهة الصحراء بطريقة ديمقراطية وبكل حرية ومسؤولية.